بسم الله الرحمن الرحيم، هننتقل مع بعض إلى الموضوع الرابع من موضوعات مادة إدارة التمريض وشؤون المرضى، والموضوع بعنوان تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض. بنبدأ بالنقطة الأولى اللي هي مفهوم تقييم الأداء في إدارة التمريض. بنقول تقييم الأداء في إدارة التمريض معناه التأكد من أن الأداء الفعلي للعامل أو للموظف في إدارة التمريض مطابق للأداء المستهدف منه. طبعا احنا عندنا في حاجة اسمها معايير لتقييم أداء الموظف أو العامل في إدارة التمريض، أو معايير لتقييم الممرض أو الممرضة. المعيار عندنا معيار القيام بالواجبات وتحمل المسؤوليات الوظيفية، معيار تاني اللي هو طاعة الفرد للرؤساء وتعاون الفرد مع الزملاء وحسن تعامل الفرد مع المرضى وحسن المظهر والنظافة الشخصية للفرد، الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، انخفاض عدد أيام الغياب، التنفيذ الدقيق لتعليمات الطبيب المعالج، رعاية المرضى والاهتمام بهم، التنظيم الجيد لدخول المرضى للعيادات الخارجية، المساعدة الجيدة والدقيقة للأطباء أثناء العمليات الجراحية. طبعا دي بنسميها معايير تقييم أداء الممرض أو الممرضة. طبعا اما نيجي المشرف المباشر اللي هو ممكن يكون مشرف او مشرفة التمريض، اما بتيجي تقيم الممرض او الممرضة بتقيمه على اساس هذه المعايير، وطبعا بيبقى قصاد هذه المعايير في درجات، ممكن تكون 1 ضعيف، 2 مقبول، 3 جيد، 4 جيد جدا، 5 ممتاز، وده بنسميه مقياس خماسي الدرجات من 1 لـ5. وبناء على هذا المقياس وبناء على هذه المعايير فممكن أداء أي موظف يكون حالة من الثلاثة. الحالة الأولى أداء مرتفع، أو أداء الممرض أو الممرضة مرتفع، عندما أو في حالة أن تكون درجات كل أو معظم معايير التقييم للممرض أو الممرضة تساوي 5 أو 4. طبعا عارفين ان 5 بتشير لممتاز و4 بتشير لجيد جدا. الحالة التانية ان يكون اداء الممرض او الممرضة متوسط، وده بيكون في حالة ان درجات كل او معظم معايير التقييم للممرض او للممرضة بتساوي 3، واحنا طبعا عارفين ان 3 بتشير لتقدير جيد. الحالة التالتة ان يكون اداء الممرض او الممرضة منخفض، وده في حالة أن تكون درجات كل أو معظم معايير التقييم للممرض أو للممرضة بتساوي 2 أو 1، وطبعا عارفين أن 2 بتشير إلى مقبول و1 بتشير إلى ضعيف. بنشوف النقطة الثانية في هذا الموضوع اللي هي أهمية تقييم الأداء في إدارة التمريض. عندنا طبعا الأهمية الأولى أن نجاح المستشفى في أداء رسالتها يتوقف على عدة عوامل، منها تقديم خدمة تمريضية متميزة. الأهمية الثانية تحديد نواحي القوة ونواحي الضعف في أداء العاملين في إدارة التمريض. الأهمية الثالثة ودي طبعا مترتبة على الأهمية الثانية اللي هي المساعدة على تحسين أداء العاملين في إدارة التمريض. طبعا أنا ما أتعرف على نقاط أو نواحي الضعف عند أي عامل من العاملين في إدارة التمريض، أقدر بعد كده أحاول أن أنا أعالج هذه نقاط الضعف أو أعالج نواحي الضعف دي كويس، مما يساهم في تحسين أداء العاملين في إدارة التمريض. الأهمية الرابعة تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في إدارة التمريض. في بعد كده برضك التأكد من استفادة العاملين من برامج تدريب وتطوير العاملين بإدارة التمريض. طبعا أنا ممكن بعد حضور أي عامل من العاملين في إدارة التمريض لبرنامج تدريب معين أستنى فترة كده، ممكن على سبيل المثال 3 شهور، وبعد كده أبتدي أعمل تقييم لأدائه
فبالتالي اشوف مدى استفادته من البرنامج التدريبي. انا ممكن اعمل تقييم قبل حضور البرنامج التدريبي وتقييم بعد حضور البرنامج التدريبي عشان اشوف الفرق في الاداء او الفرق بين التقييمين واشوف مدى استفادة العامل في من البرنامج التدريبي. في بعد كده اللي هو الأهمية الستة، تحفيز العاملين واتخاذ قرارات المكافأة أو الترقية. وطبعا احنا بنقول المكافأة أو الترقية دي بنسميها حوافز إيجابية، وفي قرارات بقى الخصم والنقل والفصل، دي قرارات كلها تعتبر تحفيز سلبي للعاملين. طبعا التحفيز ده بيتم على أساس تقييم الأداء. النقطة التالتة اللي هي مسؤولية تقييم الأداء في إدارة التمريض، يعني بمعنى صح مين المسؤول عن تقييم الأداء في إدارة التمريض. طبعا المسؤول الأول اللي هو مدير أو مديرة التمريض، ودول بيقوموا بتقييم أداء المرؤوسين بتوعهم اللي هم المشرفين ومشرفات التمريض. وفي عندنا برضك مسؤولية التقييم الأداء ممكن تكون من خلال المشرفين والمشرفات اللي هم بيقوموا بتقييم أداء المرؤوسين بالنسبة لهم اللي هم الممرضين والممرضات. النقطة الرابعة اللي هي طرق تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض. في عندنا الطريقة الأولى اللي هي طريقة الميزان أو الدرجات، ودي بتعتبر من أهم الطرق المستخدمة في تقييم أداء العاملين وأكثرها انتشارا، وبتعتمد على أولا تحديد معايير تقييم الأداء. ومعايير تقييم الأداء دي اتكلمنا عنها قبل كده، زي التعاون مع الزملاء وحسن التعامل مع المرضى وإعطاء الأدوية في المواعيد المحددة وحقن المريض بالجرعات المحددة وقياس الحرارة والنبض والضغط بانتظام وإمداد المريض بالمغذيات مثل المحاليل والدم. برضك طريقة الميزان أو الدرجات بتعتمد على بعد ما حددنا معايير تقييم الأداء بنحدد درجة توافر كل معيار. طبعا المعايير دي بنحطها كده في كاليستة كده أو قايمة، وفي درجات طبعا بنشوف كل معيار درجة توافره في المرؤوس أو في الشخص اللي احنا بنقيمه. درجة توافر لو واحد، ممكن لو عايزين نقيمه بدرجة ضعيف نديله واحد، لو عايزين نقيمه بدرجة متوسط نديله اتنين، بدرجة جيد بنديله تلاتة، لو عايزين نقيمه بدرجة جيد جدا بنديله اربعة، عايزين نقيمه بدرجة ممتاز بنديله خمسة. طبعا الدرجات دي بتكون او يتم التقييم بالنسبة للموظف او للعامل الواحد، بنقيمه بالنسبة لكل معيار من المعايير، بندي كل معيار من المعايير درجة محددة. تتميز هذه الطريقة اللي هي طريقة الميزان أو الدرجات بسهولة الفهم والتطبيق، ويعاب عليها التحيز الشخصي للقائم بالتقييم. بنشوف الطريقة الثانية من طرق تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض، هي طريقة الترتيب العام. ودي طريقة ساذجة شوية في التقييم، لأنها بتعتمد على ترتيب الأفراد في قائمة من الأحسن إلى الأسوأ تنازليا دون ذكر معايير تقييم الأداء. طبعا هذه الطريقة بتتميز بالسهولة، لكن يعاب عليها ترتيب وتقييم الأفراد بصفة عامة دون تحديد معايير تقييم كل فرد من الأفراد. بنشوف عندنا الطريقة الثالثة من طرق تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض، إن احنا اللي هي طريقة التوزيع الإجباري. بيتم توزيع الأفراد على خمس فئات أساسية، هي طبعا عندنا ضعيف 5% من عدد العاملين في إدارة التمريض بنديهم ضعيف، 20% من عدد العاملين في إدارة التمريض بنديهم مقبول، 50% من عدد العاملين في إدارة التمريض بنديهم جيد، 20% من عدد العاملين في إدارة التمريض بنديهم جيد جدا، و5% من عدد العاملين في إدارة التمريض بنديهم ممتاز. وبنقول حاجة هنا، ان احنا لو بافتراض مثلا ان احنا عدد العاملين في إدارة التمريض 100، فهندي 5 منهم ضعيف، وهندي 20 منهم مقبول، وهندي 50 منهم جيد، و20 هنديهم جيد جدا، و5 هنديهم ممتاز. طبعا هذه الطريقة تتميز بالسهولة، لكن يعاب عليها التحيز الواضح والشديد، بسبب ان في كثير من الاحيان ما بيكونش فيه هناك تناسب مع واقع اداء العاملين. يعني ممكن الشخص اللي هو واخد ضعيف ده يكون مستوى اداءه ممتاز،
وممكن الشخص اللي هو واخد ممتاز يكون أداؤه ضعيف وهكذا. الطريقة الرابعة من طرق تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض هي طريقة الوقائع الحرجة، وفيها بيسجل تصرفات الفرد الإيجابية والسلبية تجاه وقائع معينة تحدث في مجال العمل، مثل قيام مشرف أو مشرفة التمريض بملاحظة كيفية تعامل الممرضات مع حالة أحد المصابين في قسم الطوارئ. الطريقة الخامسة والأخيرة من طرق تقييم أداء العاملين طريقة التقرير المكتوب، بيتم كتابة تقرير عن أداء الموظف وسلوكياته في العمل من جانب المشرف المباشر، وعادة بيتم استخدام طريقة التقرير المكتوب دي مع طريقة الميزان أو الدرجات في تقييم أداء العامل أو الموظف. فإحنا بنقول بناء على التقييم بطريقة الميزان أو الدرجات أنا بكتب تقرير، وفي نهاية التقرير ده بقول هذا الشخص يستحق مثلا مكافأة معينة أو بيستحق ترقية وغيرها من النتائج. هنا بننتقل للنقطة الخامسة والأخيرة اللي هي مشكلات تقييم الأداء في إدارة التمريض. نبدأ بالمشكلة الأولى، مشكلة الهالة أو التعميم، وهي تعميم صفة واحدة للموظف على باقي صفات الموظف. ولكن على سبيل المثال إذا كان موظف يتميز بحسن المظهر فطبعا ممكن نعمم هذه الصفة على باقي الصفات الشخصية لي، زي الانتظام في العمل أو الكفاءة في أداء العمل، فدي بنسميها مشكلة الهالة أو التعميم. مشكلة تانية اسمها اللين أو التساهل، وهي إعطاء تقديرات مرتفعة لكل أو معظم العاملين في إدارة التمريض، مثل إعطاء تقديرات ممتاز وجيد جدا لكل أو معظم العاملين في إدارة التمريض. مشكلة تالتة اللي هي مشكلة الشدة، معناها إعطاء تقديرات منخفضة لكل أو لمعظم العاملين في إدارة التمريض، زي مثلا تقديرات مقبول أو ضعيف. مشكلة بعد كده اللي هي التوسط، وهي إعطاء تقديرات متوسطة لكل أو لمعظم العاملين في إدارة التمريض، مثل على سبيل المثال تقدير جيد. في بعد كده مشكلة التأثر بالحداثة أو بتقديرات آخر تقييم. فعلى سبيل المثال ممكن موظف خد السنة اللي فاتت مقبول، أديله السنة دي مقبول حتى لو أداؤه ارتفع. برضك في موظف تاني ممكن يكون واخد السنة اللي فاتت ممتاز وأديله السنة دي ممتاز حتى لو أداؤه انخفض، وهكذا. في بعد كده التأثيرات التنظيمية، مثل إعطاء تقديرات مرتفعة عند الرغبة في ترقية الأفراد، وإعطاء تقديرات منخفضة عند الرغبة في تنفيذ برامج تدريبية معينة. وبكده نكون انتهينا من شرح موضوع تقييم أداء العاملين في إدارة التمريض.